Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, on vidéo جديده. إذا كنت انت أو انت أول مرة تشوف القناة ديالي، تنقول لكم مرحبا بكم في القناة ديالي. أمازيغ ديتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا، تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس اللي هو مهم لا محالة، سيرتو أو نيفو ديال لا كومونيكاسيون. ألوغ غادي نشوفوا بعض الأشياء اللي غادي تقول لي أنني نتعلم لا كومونيكاسيون بواحد لا فاسون اللي هي سامبل و إيفيكاس. ركزوا معايا لعطيكم بزاف. دابا في اللغه بزاف فيها امام، ماشي غير اللغه الفرنسيه، في جميع اللغات تيكونوا عندي دي فورم، تيكونوا عندي اشكال ديالاش ديال لي فراز. الوغ دي فورم ديال لي فراز تقدر تكون عندي فورم افيرماتيف، يقدر يكون عندي فورم نيجاتيف، يقدر يكون عندي فورم انتروغاتيف. يعني يقدر يكون عندي مثلا فورم افيرماتيف هو الجمله الخبريه اللي تنصيفط بها واحد لانفورماسيون، اتفقنا، تنقول واحد المعلومه. باغ كونطخ كاين عندي واحد الفورم نيجاتيف، هو واحد الجمله نفيه، تنفي واحد المعلومه ولا تنفي واحد الحاجه. وعندي واحد الحاجه اخرى ولا واحد الفورم اخر اللي سميتو فورم انتروغاتيف، يعني الجمله الاستفهاميه هنا تتكون عندي عباره عن سؤال. اتفقنا مزيان. اليوم ان شاء الله بغيت نعلمكم هاد لي فورم كيفاش ديروا تحولوا من فورم لفورم بواحد لافاسون اللي هي سامبل و ايفيكاس. طيب الحال ركزوا معايا لاكم بزاف هاد الحوايج، الله يخليكم، الدروس اللي تنشرح لكم سيميو انكم تكونوا تتقيدوهم، سيميو انكم تكونوا تتقيدوهم في شي اجندا ولا في شي كاي ولا في شي حاجه اللي باش تبقاو تراجعوا. الوغ كيف قلنا نشوفوا هنايا تخوا فورم. مثلا فاش تكون عندي فورم افيرماتيف، يعني واحد الجمله خبريه، تنكون مثلا تنعطي واحد لانفورماسيون، اتفقنا، مثلا تنقول جو بونس انا افكر ا كيلكان، جو بونس à quelqu'un. انا افكر في شخص، في شخص ولا في شيء، بحال انا تنفكر في شي واحد، جو بونس à quelqu'un، اتفقنا، جو بونس à quelqu'un. مي ما تنقولكش شكون هذاك الشخص. مثلا يعني واحد الجمله افيرماتيف، هنا عطيتك واحد لافورماسيون، عطيتك واحد المعلومه، اتفقنا، يعني باينه بسيطه جدا، ما تنظنش ان شي واحد غادي يتلف في هذه، اتفقنا. دابا هاد لافراز هذه، دابا مثلا هنا فورم افيرماتيف، الوغ فورم افيرماتيف، انا بغيت نرد هاد لافورم على نيجاتيف، بغيت نردو نفية، بغيت نقول لك انا لا افكر في احد، انا لا افكر في احد. ركز معايا هنا، غادي نجي النفي. النفي بصفه عامه من الادوات اللي تنستعملو في النفي هو نو با، مي كاينين كيلكو كا اكسبسيونيل، يعني كاين بعض الحالات الاستثنائيه. مثلا هنايا عندي حاله استثنائيه، هادشي اللي غادي نوريكم بعد نرجعو نو با. هنا عندي حاله استثنائيه، فاش تكون عندي، فاش نبغي ننفي شي حاجه فيها كيلكا، ركز معايا، فاش تكون عندي شي حاجه فيها كيلكا ونبغي ننفيها، تتولي في النفي ديالها، النفي ديالها هو نو بيرسون، اتفقنا، هذا هو النفي ديالها نو بيرسون، اتفقنا، عقلوا عليها. مثلا فاش نبغي ننفيها غادي نقول جو، غادي ندير نو حيت تجي ورا السوجي ديريكتومون، ابخي تيجيني لو فارب لي هو بونس، جو نو بونس غنحط بيرسون، جو نو بونس ا بيرسون، لا افكر في احد، لا افكر في احد، اتفقنا. يعني ساهله، هنا تنهضروا على فورم، هنا لا فورم مالو نيجاتيف. الوغ الجمله النفيه، يعني فاش نبغي ننفي شي عباره على حسب الجمله كي دايره تنقدر ننفي. مثلا ركز معايا في هاد لافراز، دابا مثلا عطيت بعد هادي اللي بغينا نردوها جمله استفهاميه، جمله استفهاميه نقدروا نسولوا، مثلا نخليو فاش بغي تعطي جمله استفهاميه كاينين دي فورم ديال لي كيسيون، سوا دي كيسيون فيرمي ولا دي كيسيون اوفر. مثلا هنا نقدروا نسولوا بكيسيون فيرمي، اتفقنا. مثلا هنا تي بونس ا كيلكان بكل بساطه، اتفقنا، تي بونس ا كيلكان، تاخذ نفس هاد الجمله. هذه طريقه ديال السؤال اللي بسيطه جدا، هنا الاول ديال لافراز. الوغ طريقة سهلة، جو تتولي تو، بونس تنخليو في البريزون، غير تنزيدو لو اس على فان، اتفقنا، تو بونس تنخليو هادي، تنقولك تو بونس ا كيلكان، تو بونس ا كيلكان، أو بيان نقدر نسولها بطريقة أخرى، نقولك اسكو تو pense à quelqu'un. Est-ce que tu penses à quelqu'un?
هل تفكر في احد ما ولا هنايا تي بونس ا كيلكان تفكر في احد ما تفقنا ولا ما تفقناش ولا تنديرو بونس تي ا كيلكان تنشدو لو فيرب هو اللي تنحطو تنديرو تتسمى لا فيرسون سوجي هذا تيتسمى فورم فورم انتروغاتيف يعني جمله استفهاميه تنتمنى ان الفكره تكون واضحه ركزوا معايا راتكم استاذ دابا انا مثلا وخصني نعطيكم جمله اخرى باش نوريكم طريقه اخرى مثلا تنقول لك هاد لا فراز هادي مثلا تيقول لك مثلا احنا نكملو بسؤال مثلا نكتب الاسوال مثلا tu fais tu fais tu fais quelque chose tu fais quelque chose واش تدير شي حاجه تدير شي حاجه tu fais quelque chose alors هنايا نقدر نقول له وي تقول له شنو تدير اكزاكتومون مي الا جاوبتي بنو يعني هنا خص تكون نفي بطبيعه الحال انا خصني تنهضر على النفي يعني فاش غادي نبغي نقول نو غادي باغ اكزومبل نقول نو je ركز ne le va faire je ne fais rien alors quelque chose ne s'est oublié ركز معايا شنو تتولي تتولي نو ريان يعني خصكم تعقلوا عليها راتكم السر ما بغيتش انا ندخلكم في لي ديتاي نقول لكم كل شيء مي انا فضلت انني نقول لكم هادو لو بار كنت تعرفوها ديجا صافقنا نديرو تي اكزومبل فيه يعني بسيط حاولوا تعقلوا راتكم السر tu fais quelque chose non je ne fais rien صافقنا مثلا tu fais quelque chose oui je regarde la télévision يعني قال واش تدير شي حاجه اه تنشوف التلفازه الا بغيت نقول له لا ما تندير والو je ne fais rien je ne fais rien صافقنا وكاين اللي تيقول je fais rien صح حتى هي صحيحه عقلوا على راسكم السر مثلا في الجمله العاديه شنو ناخذ شي جمله اخرى مثلا جمله عاديه مثلا تقول لك j'ai deux enfants j'ai deux enfants هذه اللي بغيت انا نفيها بكل بساطه تنقول لك مثلا تقول لك هنا جي تقول لك je n'ai شتوها pas نقدر نقول je n'ai pas deux enfants ولا je n'ai pas d'enfants تقولها انت هي صحيحه je n'ai pas deux enfants عندي طفلين ما عندي عندي جوج الاطفال ما عندي جوج الاطفال تفقنا ندير لكم جمله اخرى باش يجي واضح مثلا تنقول لك مونج جو مونج دي فروي جو مونج دي فروي تنقول لك جو نو مونج با دي فروي هنا تتولي دو فروي جو نو مونج با دو فروي تقلا ولا تقلاش حيت فاش تكون عندي لا نيغاسيون تنبدل هذيك مثلا في لا كونتيتي تتولي غير دو صافي كنحاولوا تعقلوا هذه المعلومه الوغ هنا شنو اللي عندي لا فراز سنوية يا نو با فوالا تتمنى على فكره تكون باتكم الفكره اللي بغيت نوصل لكم هي لي فورم ديال لي فراز يعني انت خاصك تولي ضابط لي فورم لا فراز افيرماتيف pour donner des informations à quelqu'un ou à propos quelque chose. يعني هنا خصك تعرف هاد الحوايج هادو. باغ كونت عندي لا فورم نيجاتيف باش تنفي باش تنفي واحد الحاجة. مثلا شي واحد قال لك شي حاجة تقدر تنفي الحاجة. باغ وعندي ابخي عندي لا فورم انتروغاتيف هو فاش نبغي نسول على شي حاجة يعني الشكل ديالها ولا الجملة الاستفهامية يعني عقلوا على التراكيب اللي عطيتكم السر حيت مهمين بزاف وغادي تستعملوهم انت الا بغيتي تتعلم لا كومونيكاسيون او بيان بغيتي تتعلم لا لونغ فرونساز بصفة عامة ضروري خصك تكون ضابط لي فورم تعرف هاد لا فورم شنو خصني ندير فيها اكزاكتومون هاد لا فورم كيفاش ندير لها وهاد لا فورم كيفاش ندير لها فاش نهضروا مثلا على فورم افيرماتيف هذيك هو الجملة ستوندار هذيك هي لا فراز ستوندار زعما بصفة عامة كيفاش نديروا لها كيفاش خصني ضروري يكون ضابط لا كونجيزون تاك دير سوجي فيرب اي كومبليمون نقدر ندير دي فراز كومبلكس نزيد ابخي نزيد لي كونيكتور لوجيك ونزيد عاوتاني سوجي فيرب كومبليمون تبقى غادي هكا بلي بروبوزيسيون لي كاينين تبقنا باغ كونتخ عندي ولا عندي لي فراز انتيروغاتيف نيجاتيف لا فراز نيجاتيف ولا لي فراز نيجاتيف خصني ضروري نضبط انواع ديالاش ديال لا نيغاسيون نضبط هذوك لي زوتي اللي تنستعملهم في لا نيغاسيون كاين نو با نو نو بلو كاين نو ريان نو بيرسون اتفقنا هذا الشيء خصكم ضروري تكونوا ضابطينه نورمالمون وعندي في لا فورم افير انتيروغاتيف عندي نقدر تجيوني دي تيب دي كيسيون سوا دي كيسيون فيرمي او بيان دي كيسيون اوفر كاينين دوطخ تيب مي هادو هما لي كيسيون لي تيب لي تنستعملوهم بزاف الوغ خصني هنا نكون ضابط كيفاش ندير دي فراز
دي كيسيون كيفاش ندير دي كيسيون فيرمي وكيفاش نجاوب عليهم وكيفاش نقدر نطرح دي كيسيون اوفرت وكيفاش نقدر نجاوب عليهم. نورمالمون الا وصلتي لهاد ليطاب اللي قلت لك دابا وكنتي قادر انك دير هاد الحوايج اللي هضرت لك عليهم دابا، يعني هادو هما الحوايج اللي خصك تخدم عليهم، هادو هو الاهميه ديال الدرس شرحت لك وخصك تخدم على هاد الحوايج ولا هاد النقط. الا كنتي وليتي كابابل انك هاد الحوايج اللي قلت لك تقدر ديرهم راك غادي في المسار الصحيح، راك مزيان، راك غادي مزيان. يعني فين كاين المشكل؟ تقدر يكون باقي عندك المشكل غير شويه في ما عندك الفوكابولار ولا عندك شويه او نيفو ديال الغرامير وداك الشيء، مي راك غادي مزيان ملي عارف هاد الحوايج هادو، تعقل ولا ما تعقلش. يعني هاد الحوايج مهمين ولا ما حال خصك تضبطهم باش تضبط لا كومونيكاسيون يا اوسي او نيفو ديال ليكريتور، سواء لا كومونيكاسيون اورال ولا او بيان لا كومونيكاسيون اكريت. الوغ سي ميو انك تضبط هاد الحوايج باش تقدر تافونسي في لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. كنلقاكم مزيان تيلعب معكم فيديو جايه ودروجيه، نقول لكم السلام عليكم.